لمع اسمه بعالم الشهرة عن عمر صغير ليحقق نجاحات كبيرة بكل غنية بيطلقها. فمين منا ما سمع مثلا غيرك ما بختار، محلاكي وغير من الأغاني يلي رددها الآلاف. اليوم موقع الفن كان شاهد على عمل جديد لحسين الديك، خلينا نشوف كيف كان لقائنا معه. أهلا وسهلا فيك حسين الديك بموقع الفن، خبرنا اليوم أكثر عن الغنية والفيديو يلي عم بتصوره. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا، أهلا وميت سهلا فيكم. أغنية جديدة إن شاء الله يا رب بتنال إعجاب الجميع. كلمات حياة أسبر، ألحان طلال الدعور، توزيع فهد الجيشي. إن شاء الله يا رب ضل بقدم الشيء الحلو والجديد لجمهور الحبيب بكل الدول العربية. الأغنية دافية كتير وحميمية، فيها بتحمل معاني الحب. إن شاء الله مثل ما شايفين عم نصور، وإن شاء الله بنال إعجاب الجميع. سبق وتعاملت مع المخرج أحمد المنجد، كيف ملاقي هذا التعامل للمرة الثانية؟ أحمد صديق وأخ عزيز، وهو شخص غالي كتير علي، بس مجتهد ودائما كل مرة بيقدم لي شيء جديد. فبرافو أحمد، وإن شاء الله يا رب دائما بشوفه ناجح. شو يلي بيميز حسين الديك اليوم بالساحة الفنية؟ لوني اللي عم أقدمه أنا، اللي الجديد اللي حلو اللي بيحبوني فيه. دائما أنا بحاول أطور بالموسيقى اللي أنا بنيتها، الموسيقى اللي بنيتها لحسين الديك، موسيقتي أنا، بالإضافة للكلام وللحن. فإن شاء الله يا رب نضل هيك بهالتميز وبهالهمة، نضل إن شاء الله نضل نقدم لجمهورنا الحبيب. ممكن نلاقيك بعالم التمثيل؟ أكيد لا. في عنا مثلا في سوريا بيقول أعطي الخباز خبزه لأكل نصه. كل شخص بيختص بمجال، وأنا مختص بمجالي الفن. مؤخرا رفضت هدية أحد معجبينك بالإمارات، شو السبب وراء هذا الشيء؟ هلا أنا القصة مش قصة إنه رفضت الهدية، أكيد أنا أعطاني مسبحة فأنا أخذت المسبحة منه، قبلت الهدية قدام الناس بالحفل وبست ورجعت له هي. فأنا وطالع برا، خلصنا الحفل طالع برا، فالتقيت فيه مرة تانية برا، الشخص قال لي سيارتي مقدمة هدية. فكر هو يمكن أنه أنا ما قبلت الهدية يمكن لأنه الهدية رخيصة أو شيء. قلت له حبيبي أنت تانكيو إلك، يعني قلت له بتضل أخ وعزيز وإن شاء الله يا رب نلتقي دائما. فهيك انتهت بمحب القصة. كيف معنوياتك لأول مرة رح تجتمع أنت وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني بأوروبا؟ محبة كبيرة، إن شاء الله يا رب يكون هيك، تكون ليالي جميلة، لأنه هني عدة ليالي، إن شاء الله بيكونوا هيك ليالي جميلة بأوروبا ومنحقق نجاح كبير. إذا حابين تتابعوا أخبار فنانينكم المفضلين بتقدروا تدخلوا على موقعنا www.الفن.com. كان معكم علي ياسين.